وتتكثف مساعي الدول مؤخرا لاستعادة السيادة الغذائية الوطنية مع تزايد حاجيات البلدان الحيوية من الحبوب خصوصا القمح في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية. تونس المصنفة 55 في مؤشر الغذاء العالمي 21,000 بين 113 دولة، واحدة من الدول العربية والإفريقية المتضررة من وقف واردات الحبوب الروسية والأوكرانية، ترهن وبشدة على تحقيق أمنها الغذائي. وجهت الأزمة الروسية الأوكرانية ضربة قاسمة للأمن الغذائي للملايين في العالم، ولسد فجوات نفاذ سلال الغذاء في الدول المتضررة من الأزمة تبرز تجارب نموذجية ينسج خيوط نجاحها مزارعون عصاميون على غرار تجربة مزارع تونسي، فبفضل خبرته وخصوبة أرضه تعود سنبلة الحياة إلى موطنها الأصلي. التجربة الأولى الساعة أني نسترجع البذور الأصلية التونسية اللي هي عندها روح مقاومة للطبيعة والمشاكل هذه، وكما تشوفوا فيها احنا في أحر 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 يعني 55 درجة والنعمة مازالت خضراء. عملت تجربة في استرجاع البذور واسترجعت البذور واحدة، عملت خطة أو عملت موسوعة علمية حول المساحات الصغيرة متاع 1000 متر والألفين متر، كيف يتم استغلالهم وزراعتهم باش نحققوا الاكتفاء الذاتي متاع العائلة، وكي كل عائلة تحقق السيادة الغذائية متاعها الدولة ألياً تولي عندها سيادة غذائية. وتعادد خبرة المزارعين المكتسبة من الأرض تلك التي يمتلكها العلماء في تحسين الموروث الجيني واستعادة البذور الأصلية، لكن تنقصها حلقة تستكمل هنا في مخبر البنك الوطني للجينات. الأصول الوراثية هذه متأقلمة مع المناخ ولكن ما فيهاش المردودية، دونك يلزم تحول منها للباهي وتحطه في الأصناف اللي تعطي مردودية أكثر. الأصول هذه باش نخليوها عندها بلاصتها، يلزمها تزرع في الطبيعة. فما مزارعين في مناطق صعبة المعنى تتماشى معاهم وممتون هم يحافظوا عليها. مبرشة بالأصناف البرية ذات الصلة بالنباتات المزروعة. علاش؟ على خاطر النباتات البرية هي اللي فيها جينات التأقلم مع الأمراض ومع التغيرات المناخية. مساعي البنك الوطني للجينات لبلوغ السيادة الغذائية التونسية خطوة تدعمها منظمة التعاون الإسلامي للأمن الغذائي، حيث كان في استضافة البنك الشهر الماضي اتفاق على تطوير تقنية التنوع البيولوجي وتحسين جودة الإنتاج الغذائي في الدول الأعضاء. نريد أن نكون إلى جانب الشعب التونسي في جميع أنشطته، وخاصة حينما نتحدث عن الأمن الغذائي، ولنا تعاون فقط في المجال الزراعي وإنما ستتسع الشراكة إلى مجالات أخرى كثيرة. وأنا على يقين بأنه في غضون سنة أو سنتين سنطور علاقات التعاون المشترك بالنظر إلى أن أفريقيا قوة مهمة. محاولات تأتي على وقع أزمة حادة في سلة الغذاء العالمية، أزمة تستوجب دعما للتخفيف من وطأتها، من بينها التمويل الذي منحه البنك الدولي لتونس بقيمة 130 مليون دولار بهدف تغطية حاجيات البلاد من واردات الشعير والقمح اللين ودعم صغار الفلاحين. الخطر القاسم للدول المستوردة للحبوب انسحب بدوره على الدول العربية التي تحتكر لوحدها ما يقارب 25% من صادرات القمح العالمية، واقع تمت مناقشته بعمق في الجلسات الخاصة بجامعة الدول العربية في تونس. حتى نتدارك حجم الاستثمارات الكبيرة المطلوبة في التنمية الزراعية وفي الاستثمارات نحو من 70 مليار دولار في خلال 10 سنين. هذه حسابات يمكن أن تزيد يمكن أن تنقص، ولكن بحثت أيضا الورقة التي قدمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية في كيفية إيجاد مقاربات جديدة في توفير هذا التمويل على مستوى التنموي وعلى المستوى الاستثماري من صناديقنا العربية. مطلوب أن نقيم مشروعات في الدول العربية التي تملك مزايا تنافسية، يعني قدرة أقوى في إنتاج محاصيل ومنتجات غذائية تستطيع أن تنافس فيها سواء في الوطن العربي أو خارجه. حبات الحنطة الصغيرة هذه أو القمح لم تكتسب أهمية كمحصول زراعي استراتيجي، مثل صمام أمان يضمن الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمن القومي لكل دولة، وإنما كانت عبر التاريخ سبباً في إشعال الثورة الشعبية في وقت تبحث فيه الحكومات عن ملء سلال غذائها الفارغة
عبر إنتاجها المحلي.